انه ما فيش يوم بيعدي علينا من غير ما تسمع كل الناس في كل حته بتتكلم عن الاسعار وعن الاسواق وعن الحاله الاقتصاديه اللي كلنا بنعيشها، وعن الاسعار اللي بتتغير في لحظات الحقيقه في كل الاسواق وفي كل السلع. بتلاقي الاسعار ممكن تتغير في ساعه في ساعتين، ما بتبقاش عارف ايه اللي بيحكم الموضوع ده. والحقيقه انه كمان بالتوازي كل يوم بنسمع اخبار عن القبض على تجار بيخزنوا سلعه معينه، بيتاجروا في سلعه معينه، بيتلاعبوا في اسعار لسلع معينه. يمكن تلاقي الناس حتى مش عارفه توصل للسلع دي، واحيانا كتير بتبقى سلع استراتيجيه. الحقيقه انه الداخليه قايمه بشغل كبير في هذا القطاع، ويمكن كانت كل الناس سمع عن اللي حصل في سوق الذهب، ويعني حصل اغلاق في سوق الذهب، وكان هناك قبل كده الداخليه كانت قبضت على كذا تاجر من التجار اللي بيتلاعبوا بالسوق يعني بيعملوا بورصه كده موازيه ليهم وبيبيعوا باسعار ضخمه جدا، وممكن السعر يزيد 50 60 جنيه في اليوم الواحد. وده شفناه بالفعل، انه بعض التجار دول بيحاولوا انهم يحققوا مكاسب ضخمه دون النظر لاي مخاطر ممكن تحصل. خلينا نسمع مع حضراتكم من الدكتور حسن سند، عميد كليه الحقوق جامعه المنيا، ايه اللي ممكن يحصل في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه اللي الناس بتشوف فيها الذهب هو الملاذ الامن لمدخراتها، وبالتوازي اللي بيحصل في اسواق الذهب من بعض التجار والتلاعب بالاسعار. دكتور حسن مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. رايك القانوني فيما يحدث من تلاعب في اسعار الذهب؟ هو انا عايز اقول انه بصفه مبدئيه يعني انه احنا في مثل هذه الظروف العالميه اللي بتمر بها الكره الارضيه ومنطقه الشرق الاوسط والدول العربيه على نحو الخصوص، يجب ان نكون جميعا عند مستوى المسؤوليه ونصطف جميعا صفا واحدا خلف إدارة الدولة، ولنعلم أن النظر بعين قاصرة نحو مصالح شخصية هو أيضا نوع من عدم الانتماء والولاء للوطن، وأنه دي ثوابت لابد أن نحافظ عليها. ومصر طول عمرها دولة أصيلة وأهلها كلهم أصالة، وبالتالي لابد أن يكون هذا ثابتا في ضمير ووجدان كل مصري. أما ما يتعلق بالقلة التي يعاقبها قانون العقوبات فهي يعني بتخضع طبعا لعقوبات جسيمه فيما تفضلت به سيادتك، فكره التلاعب في السلع الاستراتيجيه. عندنا الماده 202 من قانون العقوبات بتتحدث يمكن عن فكره التزييف، وبتلاقي ده بنوع من الجسامه في العقوبه بتصل من 3 سنين الى 15 سنة. أيضا ممكن إذا كانت هذه الألاعيب الخاصة بالتزييف يمكن أن تضر بالاقتصاد القومي، فالمادة 203 بتعاقب بالمؤبد. ده على الشريعة العامة، يعني في قانون العقوبات اللي هو يعني أسس منذ سنة 1937، وده يطبق على أسواق الذهب وما يحدث في أسواق الذهب. أيوة يا دكتور حسن، دي الشريعة العامة اللي بتحكم التلاعب لسيادتك أصطيه إذا كان هذا التلاعب يضر بالاقتصاد القومي. أما المواد المتعلقة بالذهب ويعني في حاجات بقى تتعلق في خصوصية شوية في المادة 345 اللي بتتكلم عن العلو او الانحطاط او التلاعب في سعر المنتجات او السلع الرئيسيه الاساسيه سواء بالاعلاء او بالانحطاط وفق ما ورد في النص، دي فيها عقوبه ايضا تكون هي الحبس او الغرامه، وتتشدد هذه العقوبه في الماده ايضا 346 فتكون مضاعفه اذا كان هذا الفعل في السلع الاساسيه. وضربت الماده مثلا لهذه السلع الاساسيه اللي هي السلع الاستراتيجيه اللي سيادتك ذكرتيها. تطور المشرع ايضا في القانون رقم 68 لسنه 76 واستحدث مسمى قانون الرقابه على المعادن الثمينه، وقال في الماده 20 منه انه كل تلاعب في هذه السلع الثمينه اللي منها الذهب يعني يكون هناك حبس وتكون هناك غرامه. انما الاكثر جسامه هو قانون حمايه المستهلك اللي هو احدث هذه القوانين اللي هو قانون 181 لسنه 2018. ده نص في الماده 8 منه
على حماية السلع الاستراتيجية، وذكرها بالاسم كده السلع الاستراتيجية التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار كل مدة. طيب التلاعب هنا يبقى عقوبته ايه؟ التلاعب هنا عقوبته بتصل الى انه يبقى في حبس وغرامة من 500,000 الى 2 مليون جنيه، ويمكن ان تكون الغرامة بمقدار السلع التي تم ضبطها او محل التجريم. يعني لو السلعة 10 مليون هتبقى الغرامة 10، لو السلعة 100 مليون هتبقى الغرامة 100 مليون. فهناك عقوبات كثيرة وهناك قوانين عامة وقوانين خاصة تواجه مثل هذه الجرائم، لكن انا لازلت اسمن على ان القانون الاعلى والقانون الاسمى هو ضمير المواطن المصري، وان يتيقن ان هناك مؤامرات خارجيه كبيره جدا، وانه مصر يراد لها ان تركع او تركع، وانه كلنا لابد ان نصطف خلف القياده في مثل هذه الظروف التي تمر بها كل او معظم دول العالم، وانه اذا كان هناك ظروف اقتصاديه صعبه لابد ان نحتملها معا جميعا، ونحن في الجبهه الداخليه في منتهى القوه وفي منتهى التماسك، لانه كلنا عارفين هذه المخططات الخارجيه التي يراد بها ان نصل الى ما يريدون ان نصل اليه. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.